سلام عليكم البنات، واش راكم؟ نتمنى كامل تكونوا بخير وانتم تشوفوا في لا فيديو تاع اليوم. بون، جيتكم اليوم بوصفه اللي كانت مطلوبه مني بكثره 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 في التعليقات، وكانت تانيك في الخاص وكلش. كانت ناس ولا كانوا بنات يسقسوني على وصفه لتبييض منطقه البيكيني، وتكون مجربه وتكون فعاله 100% خاصه للعرائس، ولا بيان سور العرائس هما اللي يطلبوا هذه الوصفات، وتكون ناجحه 100% بطبيعه الحال. بون، اليوم انا جبت لكم وصفه سهله بزاف 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 وإفيكاس بطبيعه الحال وناجحه. انا جربتها بطبيعه الحال، وكما جربتهاش ما رانيش رايحه نمدها لكم. الوصفه تاعنا تاع اليوم تحتاج مكونين فقط موجودين في كل بيت. اول حاجه اللي نحتاجها هي عصير الليمون. نحتاج العصير الليمونه، ولا على حسب الكميه، ولا على حسب الكميه اللي تحتاجيها انت بيان سور. ونحتاج كذلك نشاء الذره، ولا المايزينا، ولا طحين الذره، ولا كل واحد واش يسميه. الوصفه تاعنا هذه كيفاش انا رايحين نخدموها، نعطيكم فقط واحد المعلومات ومن بعد نجوزوا لطريقه الاستخدام، ولا كيفاش راح نخدموها ايتاب بار ايتاب. بون، الليمون تاعنا هو مكون ضروري، الليمون تاعنا هو مكون ضروري، هو المكون الضروري والاساسي في هذه الوصفه. ثانيا، النشاء الذره تاعنا نقدروا نبدلوه بالفرينه ولا بالطحين الابيض هذاك، نقدروا نستبدلوه المايزينا بالطحين تاعنا، لكن من المستحسن تكون المايزينا. علاش؟ المايزينا راح تنشف وراح تمتص هذاك السواد، كي راح تجربوها تعرفوا واش راني نهضر. بالنسبه للليمون، الليمون فيه اسيد بطبيعه الحال، ومعروف انه يتفاعل ومعروف انه يحرق. سما اذا كنت راح ديري هذه الوصفه في منطقه البيكيني، ما ديريهاش بعد نزع الشعر مباشره، بعد عمليه ازاله الشعر مباشره راح تتعرضي لحروق، وراح تتسبب لك في نمو بعض الحبوب، هذيك الحبوب البيضاء المزعجه، كحبوب صغيره مزعجه بطبيعه الحال، وتروح وحدها يعني ما عندهاش دواء، ولا سما راح تعيك، ويعني راح تعيك وتكرهك في بطل. سما ننصحك انك بعد عمليه ازاله الشعر بيومين طبيعة الحال تخلي المكان هذاك يرتاح 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 يرتاح، بعدها راح تستعملي الوصفة نتاعنا. بالنسبة للوصفة هذه ثاني نقدروا نستعملوها للإبيطين، ونستعملوها للكوعين، ونستعملوها حتى للركب نتاعنا، نستعملوها للركب وللإبيطين والمنطقة البيكيني. الوصفة فعالة 100%، أنا جربتها صراحة. أول حاجة أنا رايحين نجيبوا الإناء نتاعنا اللي أنا رايحين نخدموا فيه، واش نديرو؟ نفرغو كامل على حساب حنا واش رانا محتاجين. مايزينا، قصدي للبلاصه اللي راح نديروها، مثلا نديرو 3 ملاعق اذا كنا حابين نديرو لمنطقه البيكيني ومنطقه الكوعين، ولا ندير الليمون نتاعي ونبدا نخلط. خافوش عليها، تقدروا تزيدوا، ما نحتاجوهاش تكون عجينه، نو نحتاجوها تكون كريمه، تتلقاو معها شويه صعوبه في الخلط نتاعها، لكن معليش. وانا نشفت لي جو سي با علاش، مي نتوما ما يسيو لو ماكسيموم باش ما تنشف لكمش، جو سي با علاش عليكم. بالك القارص اللي عندي انا كان في الكونجيلاتور كان مقلص على هذا اللي راهي يعني تيبس لي ان بو، معليش انا نزيد نخلط كي نشوفها باللي راهي بدات تطلق نزيد لها. فوالا، هم ولات هكا. دوك نزيد لها المايزينا، بيسك هاد قلت لكم القرص يتفاعل، نزيد المايزينا نتاعي بالعقل ونخلط. شتو المايزينا؟ البروبليم في المايزينا، بيسك راهي ديجا تفاعلت، ما نحتاجوهاش ثقيله، نحتاجوها كريم،
نحتاجوها كيما تكون القوام تاعها كيما معجون الاسنان هكذا، يكون عندها قوام شوية ماشي بزاف، شوية برك ثقيل يعني اللي نقدر نوزعه بالاصبع تاعي. فوالا دوك نوريكم القوام اللي راني رايحة نتحصل عليه. بون انا راني عاود وليت ليكم باش نقول لكم بلي هذه امبوسيبل يكون عندها حل. علاش؟ دوكا ماما قالت لي بلي لازم نزيدوا لها زوج مغارف نتاع ماء الورد ونديروها على نار قليله طيب لنا حتى جوج ترجع كريم، راح ترجع لنا كريم. بون دوك حنزيدوا لها ماء الورد. ماء الورد هذا تاع التجميل، خاص بالتجميل. نزيدوا زوج مغارف كاي ساحت شويه دونك هذيك فوالا. زوج مغارف نتاع ماء الورد نزيدو لهم ما نزيدو لهم والو تتفاسون، ومن بعد نروحو نطيبوها على النار. فوالا كي نروحو نطيبوها على النار راح ترجع لنا كريم. دوكا كي نطيبها انا ونكمل نجي نوريكم كيفاش رجعت. هكذا ونديرها في ونديرها طيب على نار قليله، ومن بعد كي ترجع لي كريم برك تثقل لي شويه نعاود نوريها لكم. بعد ما درتها في النار عليكم خلطتها درتها في النار طيبتها عليكم، زدت لها ماء الورد كما شفتوا ورحت طيبتها في النار كما قلت لكم، تحصلت على هذا الكريم. هذا الكريم صالح لمده اسبوع طبعاً الحال. راني رايحة نفرغو هنا، تفرغو في اون بواط هاك صغيرة وتستحفظو عليه لمدة يعني قعدت لكم مدة تاع اسبوع. بالنسبة للوصفة هذه كما قلت لكم تستعملوها كوصفة تبييض بطبيعة الحال المناطق الحساسة، منطقة البيكيني تحت الابيطين الاكواع الركب، كذلك نقدروا نستعملوها للوجه، لكن الاستعمال تاعها للوجه راح يكون فقط في الليل بدون تعرض لأشعة الشمس. اذا درناه في النهار ما راحش نتعرضوا لأشعة الشمس. علاش؟ لانه القارص ولا الليمون راح يسبب لنا في الاسوداد، راح يخدم العكس يعني راح تكحل لنا البشره نتاعنا. اللي عندها البشره نتاعها جافه تقدر تضيف زيت اللوز اللي يكون عن حديرها الاستعمال تاعها، اللي تستعملها الوجه نتاعها وعندها البشره نتاعها جافه تستعملها دير لها زيت اللوز. بون هاي ليكم الوصفه نتاعنا. بعد ما كملناها راح تشوفوا القوام تاع هذا الكريم كيفاش داير. بون هاي ليكم نقربه لكم سي ميو. فوالا الكريم قلت لكم نحتاج القوام تاعي واللي كيما معجون الاسنان. بعد التطبيق تاعو راح نخلي هاد الوصفه على البشره تاعي. حندير كريم عادي يعني جدا تستعملوه للتبييض، وزيدكم انه ماء الورد يعتبر صديق للبشره. انا عندي راهي مازالها سخونه على بها راهي يعني هكا مش حكمه روحها، ثم راح تخليوها تبرد بطبيعه الحال. بعدها راح تحطوها في البشره نتاعكم تابليكيوها في البشره نتاعكم وتخليوها. دونك جيسبر كو راني نشوف في الفرق ليكم. جو سي با اذا يبان لكم ولا نو، مي فوالا كاين ميم سي لابو تاعي ولات شغل شويه رطبه. علاش؟ لانه كاين فيها ماء الورد. قلت لكم تقدروا تحتفظوا بها لمده اسبوع فقط في الثلاجه. نقدروا نستعملوها لمده اسبوع، تكون هكا في علبه محكمه الغطاء بطبيعه الحال، ونخبيوها في الثلاجه
ونستعملوها. نقدروا نديروا ماء الورد سينو نديروا غير المايزينا وال والقارص، سينو نديروا غير الفارينه والقارص اذا كنا حابين نستعملوها استعمال فوري. بالنسبه للقارص والمايزينا باش نستعملوهم ديريكتومون، راح كي نديروها نديروها ونابليكيوها على المنطقه نتاعنا اللي حابين نبيضوها، نخليوها جوست تنشف. هذيك المايزينا ولا هذاك الفارينه راح تبدا تشرب هذيك الكحوليه كامل، راح تشوفوها بلي نشفت، جوست تنشف حكوها 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 حتى. والوصفه هذه داوموا عليها كل يوم، ماشي كل يوم يعني، ماشي كل يوم قصدي يعني، داوموها داوموها داوموا حتى تحصلوا على يعني حتى توصلوا النتيجه اللي راكم حابينها. بون في لافين تاع لا فيديو هذه بقى لي غير نقول لكم ما تنساوش تشتركوا في القناه، تبارطاجيو العشان، وكذلك ديروا جيم لا فيديو اذا عجبتكم. اذا عندكم اي طلب كتبوا لي لتحت في التعليقات ان شاء الله حنجاوبكم عليهم. بون بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، نشوفكم في لا فيديو الجاي ان شاء الله، وباي باي.